الصحرانية. الصحرانية. أيوه. آه الصحرانية. طيب طيب مش كده. جنبية الصحرانية يا فندم. الصحرانية. 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 آه. طب شكرا لمشكلتك وصلت حق ناصر. شكرا. على فكرة دي ايوه ايوه الصحرانية في كفر الدوار. الصحرانية في كفر الدوار. بص دي من ضمن الايه الحاجات، ما احنا عندنا يعني عايزين وسائل للحفاظ على شوية المية. ايه من ضمن الوسائل؟ التطهير. تمام. التطهير عندنا في المساجد الخاصة دي مسؤولية الجمعيات الزراعية. بالظبط كده. مسؤوليات الجمعيات الزراعية. تمام. الجمعيات الزراعية حاليا حاليا في وزارة الزراعة، وأنا بنقول الكلام ده على الهواء، ملهاش ولا لازمة ولا بتعمل حاجة. أنا في القانون الجديد. اتهامات يا سيادة النائب. أنا في القانون الجديد على سيادة النائب قلنا طب الزراعة والري وقلت البحار هو اللي بي لا 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 أنا نتحدى. أنت دلوقتي بتتهم الجماعة الزراعية. يا ماجد نتحدى واحد يخش كده يقول لي في جماعة. أمال أنت معز العالم بتعمل إيه يا سيادة النائب؟ دلوقتي بتعمل إيه؟ عاملة محلات، تبني محلات ومش عارف إيه وتأجر وخلاص على كده. الفلاح بيستفاد إيه من ده؟ ولا حاجة. طب فين ولا حاجة. فين دورك الرقابي والتشريع ده؟ دور الرقابي على الجمعيات الزراعية زي ما انت عملت في موضوع الرز. ايوه ما الكلام ده احنا عملنا ايه؟ في قانون الري الجديد الزمنا الجمعيات الزراعية ان هي تطهر المراعي الخاصة. ده انت ما فيش، ده انت ماشي في الاراضي كده ما تلاقيش ترعة ولا مصرف خاص ان كله بتاع ده نجيل وكله وهيش وبتاع انا المفروض نمشي كده نلاقي كل الترعه دي مطهره، كل المصارف مطهره، لان دي بتستهلك ميه على فكره. تمام. الحاجات دي بتستهلك ميه. هستاذنك يا عصام بعد اذنك. اتفضل بقى، انا عايزك ترد بس على الصحرانيه. اولا الصحرانيه ثلاث صحرانيه احنا حاطين عليها محطه خلط لسه هتتنفس قريبا جدا. محطه خلط ايه يا راجل؟ خلط يعني خلط ميه الصرف الزراعي. خلط ضمن مشروع قومي كبير. أيوة.